مساء الخير. على تلي بتتميز بموقعها الرائع وسط غابات الصنوبر المثمر، مطرح من الهواء النقي بيعطي غذاء للجسد والروح. بتوقع هالبلدة، هي بلدة العيلة الوحدة اللي ما جمعها رابط الدم بس، بل رابط مصلحة البلدة اللي بذلت كتير للمحافظة عليها وعلى طبيعتها وتراثها وعيشها الواحد. هي بلدة البيوت المسكونة بالذكريات والمعقودة على الأصالة والتقاليد العريقة ومظللة بالأشجار العتيقة، بأفضل تعبير عن التمازج بين الطبيعة والإنسان. سمتها اللغات القديمة بيت الراحة والإقامة والرحمة، وإذا كانت هاللغات قدرت وصفتها بطريقة صحيحة بس ما قدرت عطيتها حقها، هالبلدة هي تخني. بتوقع بتخني بقضاء بعبدة، أحد أقضية محافظة جبل لبنان. ترتفع عن سطح البحر بين 950 و 1100 متر، وبتبعد عن العاصمة بيروت 36 كيلومتر. أما مساحة أراضيها فبتبلغ حوالي 263 هكتار أو 2.63 كيلومتر مربع. بتغطي أشجار الصنوبر المثمر مساحات كبيرة من أراضي بتخني، وهي تعد ثاني بلدة المتن بإنتاج حبوب الصنوبر الأبيض بعد بلدة راس المتن، وبتنتشر فيها العديد من الزراعات مثل التفاح، الكرمة والزيتون، بالإضافة إلى العديد من أنواع الفاكهة والخضار. تتفجر من أراضي بتخني العديد من الينابيع الغنية بالمعادن والحديد، واللي كانت توصف قديماً للمصابين بفقر الدم. تتميز بتخني ببيوتها التراثية المبنية على الطراز الإيطالي ومتوجة بالأرميد الأحمر، وبسبب انتشار هالبيوت بمعظم أنحائها أعطيت البلدة صفة منطقة ذات طابع تراثي. عرفت بتخني ببلدة العائلة الواحدة، وهي عائلة أبو الحسن اللي بتنتشر أيضاً بعدة قرى محيطة وببيروت، ومنها الفنان الكبير نبيه أبو الحسن المعروف بلقب أخوة شناي، وبيرتفع تمثاله على مدخل البلدة. عرفت بتخني بحب أبنائها للعلم والمعرفة، وكانت بتضم أكبر نسبة من المتعلمين، وحملت الإجازات الجامعية بين قرى الجبل، وشهدت البلدة بأواخر القرن التاسع عشر أول هجرة لبلاد الاغتراب، وشملت فنزويلا، البرازيل، الولايات المتحدة وكندا. تتعدد الترجيحات لأصل اسم بتخني، ولكن معظمها بأكد على أصوله السريانية مثل بيت خني وبيعني بيت الخصب، أو بيت هني وبيعني بيت الهنا والراحة، أو بيت حن وبيعني بيت الحنين والرفق، مثل ما رجح دكتور أنيس فريحة اللي حكى أيضاً عن إمكانية أنه يكون الأصل سامي قديم ويلفظ بيت تانا وبيعني مكان التخييم أو مكان الإقامة. ستة وثلاثين كيلومتر هي المسافة يلي بتفصل بتخني عن بيروت. أما شو هي بعض البلدات يلي رح تمرقوا فيها لحتى توصلوا على هالبلدة الحلوة، منشوف سوا الخريطة. إذا كنتوا بمحيط فرن الشباك فطريقكم عب تخني رح بتمر بي المكلس، المنصورية، بيت مري، راس المتن، دير الحرف، وصولاً إلى بتخني. أما إذا كنتوا أقرب للحزمية فرح تمرقوا بعريا، العبادية، بحمدون، ببيع، حمينة، وصولاً إلى بتخني. إذا كانت بتخني عرفت قديماً ببلدة العيلة الوحدة، إلى أنه العديد من العائلات وجدت بالبلدة ملجأ للراحة والهدوء وحسن الضيافة فسكنت فيها، وأصبحت بتشكل مع عائلة أبو الحسن عائلة وحدة، هم الوحيد مصلحة البلدة وجميع أبنائها. أهلا وسهلا فيكم ببلدة بتخني. تخني محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدة، المتن الجنوبي، البلدة اللي اسمها بمعنى بيت الهناء والسعادة. نرحب فيكم
بلدي تعتبر نموذجية سياحية بيئية بامتياز. ناحية النموذجية لحفاظ على الطابع التراثي للبناء التقليدي طوال الفترة والحقبة الماضية. من الناحية السياحية لأنه من الخمسينات تقريباً كانت من أوائل البلدات اللي احتوت نواحي سياحية أوتيل وسينما. ومن الناحية البيئية لجمالها وتميز مناخها وبيئتها وامتيازها بوجود العديد من أشجار الصنوبر بكافة أرجائها، الشيء اللي عم بينشط السياحة البيئية بكل البلدة بشكل دائم. بلدي عم نحاول سنوياً نعمل فيها مهرجانات سياحية عم تجتذب العديد من اللبنانيين، حتى بغاباتها بشكل سنوي عم بيكون في عنا رحلات كشفية من كل لبنان يتعرفوا على البلدي ويتمتعوا بالمناظر الخلابة والبيئة النظيفة. مؤخراً كان في من حوالي 3 سنوات افتتاح لملعب تم تقديمه من نادي اي سي ميلان الإيطالي، افتتحه فرانكو باريزي. ندعو كل اللبنانيين وكل الراغبين بالسياحة البيئية لزيارة بتخناي، ورح تكون زيارتهم جداً ممتعة. أهلا وسهلا فيكم. هالبلد الآمنة، هالبلد المسالمة، إلى تاريخ عريق بالنضال الاجتماعي والثقافي والتربوي، وفي عنا كتير إثباتات حول ذلك. ونحن عائلة وحدة، والله أنعم علينا بهالعائلة الوحدة إنه ماشيين بإطار التوافق، إن كان بالمؤسسات العاملة، نحن نتعاون مع كافة المؤسسات، إن كان سواء بالبلدة بالجمعية النسائية بعائلة ربضة أبو الحسن بوقف التخنية وبالجمعية النسائية وبكل المؤسسات اللي عاملة. الحمد لله إنه نحن قادرين ناخذ مبادرات على صعيد عائلة على صعيد البلدة بشكل ينسجم مع تطلعات أبناء العائلة وأبناء البلدة. نحن عم نحاول قدر المستطاع إن نرجع نسترد أبناء العائلة في المغترب على الوطن. فمن هون نحن ننطلق بعملية التواصل مع المجتمعات، أكيد بالتنسيق مع كافة المؤسسات وبصورة خاصة مع مؤسسة رفضة أبو الحسن اللي هي الأساس بالنسبة لنا، وهي المرجع الأساسي اللي نحن نتعاون نحن وياها بكافة القضايا اللي تتعلق بأبناء العائلة ببتخناي. تتشارك بتخناي مع جارتها أراس المتن بإنتاج أفضل أنواع الصنوبر بلبنان، وبتنتشر هالشجرة المثمرة على مساحات شاسعة من أراضي البلدة، ويعتبر إنتاج الصنوبر فيها واحد من أهم الموارد الاقتصادية بالبلدة. أول شيء بنقول لكم أهلا وسهلا فيكم بضيعة بتخناي ببرنامج مشوار بلبنان. بنتشكر تلفزيون لبنان اللي عم بيفرج الشعب اللبناني على هالضيعة اللي في اسم كبير ما بيعرفها. نحن ضيعة بتخناي مشهورة عنا بالكمية الصنوبر الموجودة، ومن الضيعة اللي هي قليلة بجبل لبنان اللي بتلاقي كل بيت حده صنوبر. مثل ما نحن بنعرف إنه الصنوبر هو مثل فلتر الشخص إنه ياخذ الهواء النقي منه. وإذا بتشوفوا بالأحراج عنا، نحن أول شيء بنتشكر رئيس البلدية حمد أبو الحسن وأعضاء البلدية اللي فتحوا طرقات ترابية بجميع الأحراج الصنوبر، حتى الإنسان الصبح بيقوم يمشي بين الصنوبر بتشوف شيء كتير مهم، وهيدي أحسن صحة للإنسان. وفي عنا نحن بضيعة بتخناي كانت من زمان كل الأهالي القديمة يتكلوا على الصنوبر، كان هو اسمه الذهب الأسود، لأن كانت العالم كلها تعتش على الصنوبر، والصنوبر كان يعطي منتوج كتير كويس بالضيعة. ونحن هلأ كمان عم نسعى بمجهود البلدية وبلجنة البيئة بالبلدية بزراعة أكبر كمية صنوبر هلأ، لنرجع كمان نعوض الصنوبر اللي عبروح عنا. نحن الصنوبر بيتميز هون بتخناي حسب الطبيعة الموجودة، لأن نحن مثل ما بنعرف إنه الصنوبر بيحب الأرض الرملية، وأغلب الأراضي الموجودة بمنطقة بتخناي هي أراضي رملية أكثر من ترابية. فلهذا السبب بتشوف بمحلات صنوبر كبير وبيتميز شيء بسيط عن بقية القرى الثانية. ونحن كمان في شغلة واحدة بالنسبة لبتخناي، 60% اللي بغطيها المنطقة الحرشية،
وال60% هي كلها صنوبر، ما عندنا نحن الا صنوبر، وعندنا جزء بسيط اللي هي من اشجار السنتيان والبلوط اللي بتطلع وعم نحافظ عليها. نتمنى على كل الشعب اللبناني يتفضل يزورنا بتخناي، لان بتخناي كانت قرية سياحية من سنة 1960. بتساهم المساحات الخضراء الموجودة ببتخناي بالقيام بالنشاطات البيئية العديدة اللي بيتخللها تعريف السواح على أهم المعالم الموجودة بالبلدة، ومن أهم هالنشاطات التخييم والهايكينج أو ما يعرف برياضة المشي الجبلي. أهلا وسهلا بضيعتكم ببتخناي، وأهلا وسهلا بالتقال، وكتير نشكركم لأنه جيتوا لعنا وعم نفرجيكم شو الأشياء الحلوة الموجودة ببتخناي. نحن هون بتخناي بتتميز بطبيعتها الحلوة يلي وبأحراجها الكبيرة يلي هي نسبتها أكتر كتير من نسبة البيوت السكنية. فمنشان هيك نحن كلجنة بيئة بالبلدية ركزنا كتير على أنه نشجع رياضة بهالأحراج، فأقمنا عدة نشاطات بيئية منها السير في الغابات، وشجعنا كتير على زرع الأشجار المثمرة. ومنشان هيك عملنا كمان هلأ بروجرام جديد رح نبلش فيه، وهو أنه المشي سيراً كل نهار السبت الصبح. رح نشارك الأهالي بالمشي بممرات بتخناي وبالأحراش فيها وبالطرقات، لأنه هيدي بعد ما أثبتت الدراسات الأخيرة أنه لصحة الإنسان البدنية والعقلية كتير إلى علاقة بالطبيعة. إذا الإنسان أخذ من وقته 10 دقايق بالطبيعة كل يوم، هيدي بتساعد كتير على الصحة العقلية. نحن منعرف أنه هالأيام هيدي الحياة العملية أخذ كتير من وقتنا، منشان هيك المشي بالطبيعة والتنشق الهواء النقي، هواء الصنوبر الموجود بتخناي له كتير أهمية. أكثر من 100 بيت تراثي حافظ عليها أصحابها ببتخناي وبدعمها من البلدية، بيغلب عليها الفن المعماري الإيطالي، وبتتكامل هالبيوت مع الشوارع الضيقة الكروية بصورة معبرة عن أصالة القرية اللبنانية القديمة. تتميز بلدة بتخناي بأبنية تراثية قديمة تحاكي الفن العمارة الإيطالي اللي بتشمل الخرميد الأحمر، بتشمل الحجر القلعجي القديم. رغم تطور البلدة وهجرة أبنائها للبلاد الاغتراب، ما زالوا متمسكين بالجذور والعادات القديمة اللي بتعطي الطابع القروي للضيعة. الضيعة بتتمثل بالشوارع القديمة اللي ما فيها العرض الكبير، البيئة النظيفة اللي بتتمثل بالأشجار المختلفة وخاصة أشجار الصنوبر. بالضيعة في ساحة اللي هي مركز البلدة اللي بيتجمعوا فيها الأهالي بصورة مستديمة بالمناسبات، إلى جانب أبنية حديثة. ومن فترة البلدية أخذت قرار بالأبنية الجديدة تكون 60% حجر وخرميد مشان نحافظ على الجو القروي والتراث القروي. من سائق التاكسي على الأرض إلى قائدة للطائرات المدنية بالسماء، عم بتثبت المرأة اللبنانية كل يوم قدرتها على تخطي العوائق الاجتماعية بكل المجالات. وجديدة شرطة بلدية نسائية ببتخناي بتأكد على انفتاح هالبلدة على الثقافة والحياة. للمرأة دوما دور فاعل ببتخناي بكافة المؤسسات الاجتماعية والإدارية. ومنذ إنشاء المجلس البلدي الأول في العام 1956
كان ولا يزال حتى الساعة مشاركة نسائية بالمجالس البلدية المتعاقبة. والفكرة للشرطة النسائية اللي استحدثت مؤخرا كانت فكرة شيقة، لقيت كتير استحسان، كانت فاعلة ولا زالت. معظم الشرطيات جامعيات يعملن بشكل تطوعي إيمانا منهم بالقيام والمشاركة بدور ببلدتهم بتخناق. من بعد ما شهدت زراعة التوت فترة ذهبية ببتخني بالعقود الماضية بهدف إنتاج خيوط الحرير يلي حيكت أجمل الملابس والعبايات، تراجعت هالزراعة لصالح زراعات بديلة مثل التفاح والكرمة والزيتون. بخصوص الزراعة عنا نحن بمنطقة بتخناي، مثل ما حكينا أنه كان في عنا 60% من المساحات الخضراء الصنوبر، وهلأ صرنا نحن كنا بالماضي يزرعوا التوت مشان دود الأز، فهذه ما عاد موجودة بلبنان. اتجهوا للزراعة الثانية اللي هي مثل الزيتون والتفاح والعنب والخضار، وبتخناي تشتهر لأنه هي ارتفاع عن سطح البحر 950 متر. نوع الفواكه أو نوع الزيتون أو نوع الخضار اللي بتطلع فيها من أطيب الأنواع اللي بتطلع، ودائماً نحن بنعتمد بتخناي على الزراعة اللي ما بنستعمل فيها المواد الكيميائية، اللي الزراعة اللي هي زراعة تعتبر طبيعية 100%، مثل ما علمونا أجدادنا وأبائنا الله يرحمهم كانوا بالماضي يزرعوا هيك، وكانوا نجد معهم نحن يفرجونا كل شغلة كيف عم نزرعها. بدورنا بنشجع الناس كلها ترجع لهالزراعة هيدي، لأن ما إلنا غنى على الزراعة بلبنان. الإنسان وقت بيزرع بأرضه بياكل من أرضه، هيدي أكبر كنز هو بياخده، وتاني شيء بيكون عم بيجمل ضيعته، عم بيجمل بلده بالزراعة اللي عم بيسويها هو وبقوم فيها. تتميز بلدات المتنة الأعلى بوفرة الينابيع والعيون، ومنهم بتخني المشهورة بغزارة المياه فيها وبعدد من الينابيع المهمة مثل نبع الغويب وعين الحلوة، ومن ضمنهم عين الضيعة اللي تعتبر واحدة من أهم المعالم الأثرية بالبلدة. ببتخني كتير عيون، بس هيدي أكتر شيء عين الضيعة، عين القديمة عمرها 250 سنة، عين تراثية استحدثتها البلدية، رممتها من 5 سنين، هي الأساسية جوا، صار في شوي إلى ديكور برا. وهيدي العين عين جدودنا، يعني كلهم كانوا يجوا يلتقوا عليها، كان في حواليها زراعة كتير وبتروي أهل البلد وبتروي ضيعة كتير حواليها، وكان كل المنطقة هون حدا كلها بساتين. وعنا عيون كتير بهالبلد بتوصل على البيوت بيستعملوها العالم، في عندك عين الشباب، في عندك عين الغواب، هذه كلها بتجي من جبال، كلها موجودة يعني من جيبة على البلد وبيستعملوها أهل البلد. العين لما هلق رمامات البلدية كان عاملين لها حركة، لما كنت أنا صغير مخبرتني عمتي ختيارة ليش عاملينها، كانوا ما فيك تفوتي علي غير ما تفوتي هيك، عاملين لها حديد هيك هيك. أنا سألتها ليش كان معمول الحديد، قال لأنه من زمان كانوا لما يجوا بالليل يعبوا مي يعملوها من شان الحيوانات، إذا لحقهم ضبع ما يفوت لايون. ما فيك تحكي عن بتخني بدون ما تذكر الفنان القدير نبيه أبو الحسن، يلي تميز بمواقفه الجريئة وبفنه الهادف وقدم عشرات المسلسلات والمسرحيات، وخسر المسرح اللبناني بموته عام 1993 أهم شخصياته يلي من الصعب أنه تتكرر. بعيد الواحد يا بكداحي، يا بنت يا بكداحي، يا مقصوفة الرقبة يا بكداحي، يا ست بكداحي.
اسمك حلو على الزواج. اهلا وسهلا فيكم بالتخنايه اللي هي ضيعت نبيها ابو الحسن، ومش نبيها ابو الحسن بس، هيدي البلده من زمان وزمان يعني كانت معروفه بالعلم والثقافه وفيها العديد من المواهب، بس صراحة ما اخذوا طريق الاحتراف، يعني بقيوا عندنا فرقه موسيقيه وعندنا صبايا وشباب بيكتبوا بيعزفوا كذا، ولكن مش محترفين. الوحيدين يعني اللي احترفوا في المرحوم نبيه ابو الحسن اللي بيكون خالي، يعني هو اخوة شناي، وفي الدكتور جمال ابو الحسن موسيقار كمان على مستوى عالمي. وهذا التمثال صراحه يعني انعمل من مجهود نبيه ابو الحسن، من مال نبيه ابو الحسن بعد وفاته طبعا يعني. ونحن بصدد نطور هالشيء، وفي مبادره ومساعده من بلدي الكريمه هون انه يساعدونا نعمل له متحف بالداخل ان شاء الله، يعني بعد شي شهرين زمان يعني بيكون في الاشياء القديمه اللي بتذكرنا فيه واللي بتحسس الناس، بتعرفي الاشياء مثل الارجيله القديمه والترابيش وكذا واشياء مثل هيدي. فان شاء الله قريبا اما بندعيكم كمان، بنوجه لكم دعوه لما بدنا نفتتح هالمشروع هيدا ان شاء الله. لأنه العلم والثقافة هن سلاح الشعوب بالتطور والتقدم، ولأنه بتخناي اشتهرت وبعدها بأن بلدة العلم والأدب والفن، تأسست مكتبة الدكتور حسين رافع أبو الحسن بالمركز الاجتماعي لآل أبو الحسن، وهي مكتبة شريكة بالتعاون مع وزارة الثقافة. أهلا وسهلا فيكم بتلفزيون لبنان في بتخناي، وتحديدا في المركز الاجتماعي لآل أبو الحسن. هذا المركز الاجتماعي اللي أرادت العائلة بإرادتها حسن تدبيرها أنه تبني هذا الصرح الاجتماعي بسنة 1975 بدءا منها، بالرغم من الأحداث الأمنية، وكان إصرارها إتمام هذا الإنجاز البنائي التنموي في بتخناي. هذا المركز الاجتماعي بضم كثير من الأجنحة، ونحن الآن تحديدا في المكتبة العامة اللي مقدمة من الدكتور المرحوم الدكتور حسين أبو الحسن، واللي شاء أنه يقدمها لرابطة آل أبو الحسن ولهذا المركز. وهذه المكتبة اللي بتضم آلاف المجلدات والكتب والمراجع والمراجع القيمة، يستفيد منها الكثير من المريدين وطالبي العلم والثقافة. وتستضيف هذه المكتبة كثير من المدارس وطلاب المدارس في أنشطة المطالعة، المطالعة والبحث العلمي. في عندنا برنامج دائم لإعارة الكتب للمريدين في أنه يستفيدوا من البحوث العلمية والأدبية بالبلد وخارج البلد، يعني في مدارس مش بس مقتصرة على البلد، في من المحيط اللي نحن في المدارس المحيطة كمان تستفيد من هذه المكتبة. وأنشئت من هذا الغرض لأجل زيادة وتيرة الثقافة اللي قلت كتير نتيجة العصرنة واستعمال الأجهزة الإلكترونية والكمبيوترات وغيرها، ولكن الكتاب يبقى هو الرمز الأساس في استيعاب واكتساب الثقافة العلمية. تخناي هي مسقط الرأس، هي البلدة الجميلة، هي اللي بتجسد القيم الثلاث، الخير والمحبة والجمال. ومن بلدة بتخناي استمد هذه القيم كي تكون في مساري الاجتماعي والسياسي. التخناي تتميز بطيبة أهلها، تتميز فعلا بالعطاء على كل المستويات، إن كان على المستوى الاجتماعي، كان على الطاقات التي خرجت من التخناي
الكوادر العلمية والثقافية والفنية. يعني الإنسان ابن بيئته بالنتيجة، والبيئة في بتخناي رائعة من الناحية الجمالية ومن ناحية البيئة كبيئة. وطبعا والبيئة النظيفة تعكس نفسها حتى على شخصية الفرد، فدائما نسعى إلى أن نتمتع جميعا في تلك البيئة النظيفة على كل المستويات المادية والفكرية. مشوار بلبنان ببلدة تخناي لليلة انتهى، مشوار جديد لبلدة جديدة بتتابعوه الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد. من هلأ لوقتها أطيب التمنيات، ودايما برفقة تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.